أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Last time we read this one. So, Miss Maryam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. You are Al-Um. So you will read the sentences of Al-Um. Okay? اوكي معلم. مستر ياسيني. السلام عليكم. وعليكم السلام. You are الأب. Okay. يس. نعم. Start reading. Can I read هذا يوم العطلة؟ Yes. Okay. هذا يوم العطلة. هذا يوم العمل. ماذا ستفعل يا طارق؟ سأكنس غرفة الجلوس. سأكنس سأكنس غرفة الجلوس. وماذا ستفعلين يا فاطمة؟ سأكنس غرفة النوم. وماذا ستفعل يا أحمد؟ سأغسل الملابس. وماذا ستفعلين يا لطيفة؟ سأكوي الملابس. أنا سأغسل أطباق. وأنا سأقرأ القرآن. Now you both will listen to the audio and you will repeat it. الوحدة الرابعة. الحياة الوحدة اليومية. الرابعة. Repeat. الحياة اليومية. الدرس التاسع والعشرون. الدرس الداشر. نو الدرس التاسع والعشرون. الدرس التاشع العشرون. تاسع تاسع تسعة والعشرون. والعشرون. تاسع والعشرون. الحوار الثاني. الحوار الثاني. انظر واستمع. انظر واستمع. هذا يوم العطلة. هذا يوم العطلة. هذا يوم العمل. هذا يوم العمل. ياسين you want to اوكي. okay. هذا يوم العمل. اكنس غرفة الجلوس. وتس سأكنس غرفة الجلوس. وأكنس غرفة الجلوس. سأكنس. فأكنس غرفة الجلوس. وماذا ستفعلين يا فاطمة؟ وماذا ستفعلين يا فاطمة؟ سأكنس غرفة النوم. سأكنس غرفة النوم. وماذا ستفعل يا أحمد؟ وماذا ستفعل يا أحمد؟ سأغسل الملابس. سأكنس الملابس. سأغسل الملابس. وماذا ستفعلين يا لطيفة؟ وماذا ستفعلين يا لطيفة؟ سأكوي الملابس. سأكوي الملابس.
أنا سأغسل الأطباق. أنا سأصلص الأسبق. سأغسل الأطباق. سأغسل الأطباق. وأنا سأقرأ القرآن. وأنا أقرأ القرآن. وأنا يقرأ القرآن. سأقرأ القرآن. سأقرأ القرآن. سأقرأ القرآن. والآن جاء دورك. والآن جاء دور. انظر واستمع وأعد. انظر واستمع واستمع وأعد. هذا يوم العطلة. هذا يوم العطلة. هذا يوم العمل. هذا يوم العمل. ماذا ستفعل يا طارق؟ ماذا ستفعل يا طارق؟ سأكنس غرفة الجلوس. سأكنس غرفة الجلوس. وماذا ستفعلين يا فاطمة؟ وماذا ستفعلين يا فاطمة؟ سأكنس غرفة النوم. سأكنس غرفة النوم. وماذا ستفعل يا أحمد؟ وماذا ستفعل يا أحمد؟ سأغسل الملابس. سأغسل الملابس. وماذا ستفعلين يا لطيفة؟ وماذا ستفعلين يا فاطمة؟ سأكوي الملابس. سأكوي الملابس. أنا سأغسل الأطباق. أنا سأغسل الأطباق. سأغسل الأطباق. سأغسل الأطباق. وأنا سأقرأ القرآن. وأنا سأقرأ القرآن. Start, Miss Maryam. هذا يوم العطلة. ياسيني. ياسين. هذا يوم العمل. ومتى ستفعل يا طارق؟ ماذا ستفعل ماذا؟ يا طارق؟ ماذا ستفعل يا طارق؟ ستفعل. ياسيني. يا أنا أنا ست ستغسل ستغسل نو نو سأكوي سأكوي أنا نو نو سأكنس 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 أنا سأكنس أطاق ال أنا غرفة ال غرفة ال الجلوس. غرفة الجلوس. وماذا ستفعلين يا فاطمة؟ أنا سأكنس غرفة النوم. غرفة النوم. وماذا غرفة النوم. وماذا ستفعل يا أحمد؟ أنا تستغسل ملابس. سأغسل الملابس. أنا سأغسل الملابس. وماذا
وماذا ستفعلين يا لطيفة؟ أنا سكوب الملابس. سأكوي الملابس. سأكوب سأكوي سكوي أنا سكوي أنا سكوي سأكوي الملابس. سأكوي الملابس. سأكوي الملابس. وما أنا سأغسل بليتس وات معلمة معلم أطباق، سأغسل أطباق ها الأطباق. أنا سأغسل الأطباق. أنا اقرأ القرآن. سأقرأ القرآن. أنا سأقرأ القرآن. معلم بليتس وي ار اطباق اند كيتشن از مطبخ. Yes. اوكي مسهور. السلام عليكم. وعليكم السلام. You are the first student. إيسا همبيسا. السلام عليكم. وعليكم السلام. إيسا you are the second student. Start word. هذا يوم العطلة. هذا يوم العمل. ماذا ستفعل يا طارق؟ أنا سأكنس غرفة الجلوس. وماذا تفعلين يا فاطمة؟ لا تفعلين. ستفعلين يا فاطمة؟ أنا سأكنس غرفة النوم. وماذا ستفعل يا أحمد؟ أنا سأغسل الملابس. وماذا ستفعلين يا لطيفة؟ أنا سأكوي الملابس. أنا سأغسل أطباق. أنا سأقرأ القرآن. المفردات الأرض واستمع واعد. Next student جيون هايكا. السلام عليكم سر. وعليكم السلام. Repeat what الوحدة الرابعة الحياة اليومية. جيون هايكا do you hear us? Yes sir. Repeat. الدرس التاسع والعشرون. क्या कहा उसने उसको रिपीट करें. الدرس الثالث. الدرس التاسع والعشرون. Repeat. الدرس التاسع. التاسع والعشرون. والعشرون. المفردات. क्या कहा उसने. सॉरी. المفردات. العرض.
الأرض. انظر واستمع وأعد. انظر واستمع الوعد. وعائد. وعائد. يوم العمل. يوم العمل. يوم العطلة. يوم العطلة. أطباق. आपको आवाज आ रही है हमारी दादू? नेक्स्ट स्टूडेंट मरियम इब्राहिम. यस मालिम. يكنس. 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 ملابس. ملابس. يغسل. يغسل. يكوي. يكوي. تدريب أجيب عن الأسئلة باختصار. Exercise. Answers the questions in brief. من يغسل الملابس؟ يغسل الملابس. What is the answer? أحمد يغسل الملابس. Yes, أحمد يغسل الملابس. من سيكنس غرفة الجلوس؟ غرفة الجلوس. الأم سأكنس غرفة الجلوس. No, wrong answer. No. طارق. سوري. طارق سأكنس غرفة الجلوس. سيكنس غرفة الجلوس. He, right? That's why. Yes. من سيقرأ القرآن؟ الجد سيقرأ القرآن. من سيكنس غرفة النوم؟ يكنس. فاطمة ستكنس غرفة النوم. Correct. In this way, you all will write the answers and send me right now. Right now, okay. Write all these answers here in these blanks and send me. Alaikum an taktubu ala jiba ala hazihi safa warsilu ijabatakum ibra al WhatsApp. من يغسل الملابس؟ أحمد يغسل الملابس. من سيكنس غرفة الجلوس؟ طارق سيكنس غرفة الجلوس. من سيقرأ القرآن؟ الجد سيقرأ القرآن. من سيكنس غرفة النوم؟ فاطمة ستكنس غرفة النوم. من سيغسل الأطباق؟ الأم ستغسل الأطباق. Write the answers of the remaining questions as well. Then send me. من سيكوي الملابس؟ الأم. What did you write here? It was not on the meter. الأبو. Wrong.
كم أفراد الأسرة؟ 5 أفراد في الأسرة. الأسرة للأسرة Or you can just write 5 here. من هم؟ The better answer خمسة. is 5 only. Or maybe I think it is 8. سمانية. من هم؟ ثمانية. من هم؟ Here you were supposed to write their names. الأم، الأب، الجد، الجدة، فاطمة، طارق. All these Okay. names. How can we write the answer around him? Manhum. Just write the names Al-Ab, comma, Al-Um, comma, Okay, Fatima, okay. Tariq, Latifa. متى عزل Fatima. هذا الحوار؟ يوم العطلة. متى means when. We need to tell the time. So هذا الحوار يوم العطلة. What is the answer يوم here? العطلة. يوم العطلة. Yes. Okay. We need to tell the time in this. Now read this one. المرأة تقرأ. المرأة تقرأ. بنات. بنات. المرأة تقرأ. المرأة تقرأ. المرأة تقرأ. المرأة تقرأ. المرأة تقرأ. بنت. لا بنات. بورت. بنات. 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 أولاد. أولاد. البنات يشربن. البنات يشربن. أولاد. 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 The girls are drinking. البنات يشربن. البنات يشربن. The woman is reading. المرأة تقرأ. Second one. المرأة تقرأ. الأولاد يأكلون. الأولاد يأكلون. أولاد. 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 Boys. The boys are eating. The أولاد يأكلون. الأولاد Second. يأكلون. بنات. بنات. Second. بنات. البنات يشربن. The girls are drinking. البنات يشربن. أولاد. أولاد. A boy. Second. أولاد. أولاد. Okay, boys. البنات يشربن. البنات. The girls are drinking. First. البنات يشربن. الأولاد يأكلون. الأولاد يأكلون. The boys are eating. الأولاد يأكلون. المرأة تقرأ. The woman is reading. المرأة تقرأ. الأولاد يأكلون. The boys are eating. Second. الأولاد يأكلون. المرأة تقرأ. تقرأ. The woman is reading. Second one. المرأة تقرأ. بنات. Girls. Fourth. بنات. 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 Third. Girls. بنات. ياسيني. نعم. Which one? ياسيني do you المرأة تقرأ. Yes. المرأة تقرأ. المرأة تقرأ. Next. البنات يشربن. البنات يشربن. مستر ياسيني. Yeah. المرأة يقرأ. تقرأ. Which option?
تقرأ. Which المرأة option? تقرأ. Which option? Four. One, Number two. four. Number four. المرأة تقرأ. البنات يشربن. Number Wrong one. answer. Anyone else? بنات. بنات. أولاد. Second. أولاد. Second one. The woman is المرأة reading. تقرأ. بنات. Girls. بنات. الأولاد يأكلون. الأولاد يأكلون. Third. أولاد. بنات. Third. بنات. Girls. البنات يشربن. The girls are drinking. البنات Fourth. يشربن. The boys are eating. الأولاد يأكلون. أولاد. Third option. أولاد. Fourth. الأولاد يأكلون. The boys are eating. الأولاد يأكلون. البنات يشربن. Third option. البنات يشربن. If anyone has any question, they can ask me now. رجال. جزاكم الله خير. وإياكم. Anyone read this? رجال. نساء. نساء. رجال. رجال. Third. رجال. ومن نساء. نساء. البنات يجرين. The girls are running. البنات يجرين. الرجال يشربون. الرجال يشربون. The men are drinking. البنات يجرين. Third one. البنات يجرين. البنات يجرين. الرجال يشربون. الرجال يشرب. الرجال يشربون. رجال. رجال. Men. Fourth. رجال. نساء. نساء. One. Woman. نساء. البنات يجرين. البنات يجرين. The يجري. The girls are running. البنات يجرين. الرجال يشربون. The men are drinking. الرجال يشربون. الأولاد يقرؤون. الأولاد يقرؤون. The boys are reading.